بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سندرس المحاضرة 18 من امتحان توبيك 1، وسنفسر لكم اليوم ملخص لهذه المحاضرة. ماذا سندرس في هذه المحاضرة اليوم؟ أولا الاستماع تكي. سندرس اليوم كيفية الرد على التحية أو المصطلحات الأخرى مثل تال تانيو وسيو أو توم هيجو سيو. وثانيا سنتعلم كيف نختار الصورة المناسبة للحوار، نستمع إلى الحوار ثم نختار الصورة التي يتحدث عنها الحوار. وثلاثة سنستخدم أفعال خاصة بكلمات معينة مثل كيتاري تشيدا وتوناري باتا. وأخيرا سنستخدم صيغة الأمر ولكن الاحترامية أوشيبشيو. أما بالنسبة للقراءة، في القراءة اليوم إلكي، في القراءة سندرس كيفية وضع العبارة في مكانها الصحيح في جملة باستخدام أدوات الربط، وهي كروندي، كريسو، كرونيكا، كوريغو وغيرها من أدوات الربط. وثانيا سنتعرف على الكلمات والقواعد المتعلقة بالصوت مثل كجي أو تاكي مارادا، موكسوري كدا، موكسوري تاكتا. بوكي 안녕히 계세요. إذن هذا ما سندرسه اليوم. والآن سننتقل أولا إلى المثال. في الاستماع سنختار الإجابة الصحيحة لما يقوله الطرف الآخر. نقرأ المثال أولا. بوغي 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. القواعد المذكورة هنا، أولا بالنسبة لتحية الوداع، تحية الوداع باللغة الكورية تختلف حسب الشخص الذي يقول، إذا كان هذا الشخص مغادرا أو باقيا. إذا كان هذا الشخص باقيا في المكان يجب أن يقول للشخص المغادر 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. أما إذا كان هذا الشخص هو المغادر، هو من سيلقي التحية، فشخص على الشخص المغادر أن يقول 안녕히 계세요، ابقى بخير أو بسلام. 안녕히 계세요. إذا الجواب، إذا أنا قلت لك 안녕히 가세요 يجب أن تقول 안녕히 계세요. القاعدة الثانية 들어오다، وثالثا كلمة 어서 오세요، أهلا وسهلا 어서 오세요. إذا هذه الكلمات والقواعد المذكورة في نص اليوم. نقرأ الأمثلة. 들어가도 됩니까؟ 들어오세요. أدخل. هل يمكن أن أدخل؟ نعم أدخل. 어서 오세요. أهلا وسهلا. 안녕하세요. 포도 있어요. السلام عليكم. هل يوجد عنب؟ بالعودة للسؤال، السؤال أو المثال 안녕하세요. 안녕히 계세요. يعني ابقى بخير، أنا سأذهب، مع السلامة. الجواب الصحيح كما قلنا قبل قليل 안녕히 가세요. نعم. إذن تنجب رقم 4. 5번 휴가 잘 다녀오세요. ننتقل إلى السؤال رقم 5. 5번 휴가 잘 다녀오세요. 휴가 잘 다녀오세요. القواعد والكلمات المذكورة في هذا السؤال. أولا 다녀오다. 다녀오다 يذهب ويأتي، يعني يذهب إلى مكان معين. 잘 다녀오다 اذهب جيدا، أو يعني مع السلامة، أو أتمنى لك التوفيق. 그렇다. 그렇다. 그렇습니다. صحيح، أو هكذا صحيح. والصيغة الاحترامية 그렇습니다. والكلمات المذكورة كما قلنا تشكاهدا يبارك أو يهنئ، كنسنتا لا مشكلة. نأتي إلى الأمثلة. نجوسو تشيزونغامنيدا، أنا آسف لأنني تأخرت. كنسنسمنيدا لا مشكلة. إذن دائما الاعتذار، الرد على الاعتذار، ميانامنيدا تشيزونغامنيدا، الرد كنسنسمنيدا لا مشكلة، أو أنيمنيدا لا مشكلة. سينجين تشكاهمنيدا، كل عام وأنت بخير. 감사합니다. 슈크란. 창우 씨는 너무 바빠서 우리와 여행 못 가죠. السيد تشانغو، أنت مشغول كثيرا لذلك لا تستطيع أن تذهب معنا الرحلة أو تسافر معنا، أليس كذلك؟ 네 그렇습니다. نعم هذا صحيح. 네 그렇다. 그렇습니다. 그래요. نعم صحيح. بالعودة إلى السؤال رقم 5. السؤال كان 휴가 잘 다녀오세요. 휴가 إجازة. 잘 다녀오세요. استمتع بإجازتك. الإجابة 고맙습니다. 슈크란. 이단 정답 1. 6번 수미 씨에게 말씀 좀 전해주세요. ننتقل إلى رقم 6. 6번 수미 씨에게 말씀 좀 전해주세요. القواعد المذكورة في هذا السؤال 에게 말 좀 전하다. 말 전하다.
يوصل الكلام تون هذا أو تون در هذا يوصل الكلام و إيجي مال تون هذا يوصل الكلام الصيغة الاحترامية منها إيجي مالسم توم تون جدا يوصل الكلام ولكن هذه صيغة احترامية اثنان فتك هذا فتك هم يدا أطلب منك أو يعني لو سمحت افعل هذا لي وشبشيو الصيغة صيغة الأمر ولكن الاحترامية مثلا تشبشيو يعني كل ولكن صيغة احترامية الكلمات المذكورة في هذا السؤال تونها اتصال بلسم كلام تون هذا يوصل الجتا عرفت أو فهمت بوتك هذا أطلب منك أو طلبة كل دا يتصل تونا باتا يرد على الهاتف نقرأ الأمثلة 선생님에게 이 편지를 좀 전해주세요. لو سمحت أوصل هذه الرسالة إلى الأستاذ. 네, 알겠습니다. 나암, فهمت. 부탁해요. سأطلب منك أو لو سمحت يعني قم بهذه الخدمة لي. نستخدم كلمة 부탁해요 أو 부탁합니다 عندما أكون طلبت من شخص طلب معين وأريد أن أؤكد عليه أنني يعني شكرا جزيلا أريد أن أشكرك على القيام بهذه الخدمة. لذلك أقول 부탁합니다. المثال الثاني 전화옵니다 받으십시오 الهاتف يرن أو جرس الهاتف يدق 받으십시오 يعني رد على المكالمة صيغة الأمر أيضا والإجابة 네 بالنسبة لي بالعودة للسؤال سؤال رقم 6 الرجل يقول 수미씨에게 말씀 좀 전해주세요 لو سمحت أوصل هذه هذا الكلام للسيد 수미 المرأة تقول الإجابة الصحيحة 네 알겠습니다 نعم فهمت إذا الإجابة الصحيحة 2 정답 2 15번 일어나서 식사하세요. 너무 피곤해요. 조금만 더 잘게요. ننتقل الآن إلى رقم 15 وفي رقم 15 لدينا صورة يجب أن نستمع إلى الحوار ثم نختار الصورة المناسبة لهذا الحوار 15번 일어나서 식사하세요. 너무 피곤해요. 조금만 더 잘게요. القواعد المذكورة في هذا السؤال أولاً 아오서 세요. 일어나서 식사하세요. قم ثم تناول الطعام أو تناول الوجبة. 일어나서 식사하세요. هنا 아오서 ليست سببية. 아오서 هي القيام بفعلين واحد ثم الآخر. 일어나서 استيقظ ثم 식사하세요 تناول الطعام 2 너무 plus صفة 너무 피곤해요 تعبان جدا عادة 너무 نستخدمها مع الأمور السلبية 너무 바빠요 مشغول جدا 너무 피곤해요 متعب جدا القاعدة الثالثة 조금만 더 plus فعل 조금만 더 참아요 اصبر قليلا أيضا أو 조금만 더 먹어요 كل أيضا قليلا أيضا الكلمات المذكورة هنا شكسا هذا يتناول الطعام إيرونا دا يستيقظ تهدا ينام بيكون هذا متعب ننتقل إلى الأمثلة بلي كاسو تومشيم تسيو اذهب بسرعة وتناول الغداء 오늘 너무 바빠서 집에 일찍 못 갔어요. اليوم كنت مشغولا كثيرا لذلك لم أستطع أن أذهب مبكرا إلى البيت. 공부를 잘하는데 조금만 더 노력하세요. أنت ممتاز بالدراسة ولكن أبذل جهدا قليلا أكثر. وبالعودة للسؤال الصورة المناسبة لهذا الحوار ترجمة الحوار 일어나서 식사하세요. استيقظ وتناول الطعام. 너무 피곤해요. أنا متعب كثيرا. 조금만 더 잘게요. سأنام قليلا أيضا. قليلا أيضا. إذن الحوار الصورة المناسبة لهذا الحوار هي رقم بالطبع رقم 1. إذن 정답 1. 16번 기타 치는 게 어렵네요. 좀 가르쳐 주세요. 그래요? 그럼 여기 잠깐 앉아 보세요. ننتقل إلى سؤال رقم 16 16번 기타 치는 게 어렵네요. 좀 가르쳐 주세요. 그래요? 그럼 여기 잠깐 앉아 보세요. القواعد المذكورة في هذا السؤال أولاً قاعدة استخدام فعل خاص مع أدوات الموسيقى مثل كيتا أو بيانو كيتا رل تشيدا بيانو رل تشيدا لا نستخدم كلمة هدا أو كلمة عادية نستخدم كلمات خاصة وهي تشيدا يعزف
القاعدة الثانية 는게 어렵다 하는 게 어렵다 فعل plus 는게 하는 게 어렵다 عمله صعب 먹는 게 어렵다 أكله صعب القاعدة الثالثة 네요 وهي صيغة التعجب و أو جوسيو مثلا علمني أو درسني أو افعل شيء لي نستخدم قاعدة أو جوسيو للطلب بصيغة مؤدبة والقاعدة الأخيرة أو بوسيو اجلس هنا أو جرب أن تجلس هنا يعني مبدئيا اجلس هنا أو افعل شيء هنا مثلا أنجا بوسيو اجلس هنا موغو بوسيو جرب أن تأكل هذا الشيء الكلمات المذكورة في هذا السؤال أوريوبتا صعب تشيدا يعزف وكارتشيدا يعلم وأنتا يجلس بالانتقال إلى كلمات هذا عفوا أمثلة على هذا السؤال 어렸을 때 기차 어렸을 때 기타 치는 것을 배웠어요. تعلمت عزف الجيتار عندما كنت صغيرا. 한국어 공부하는 게 쉽네요. دراسة اللغة الكورية سهلة. 공부하는 게. والمثال الثالث 교통카드 충전해 주세요. لو سمحت اشحن لي بطاقة المواصلات. 카드를 여기 올려 보세요. ضع البطاقة هنا او ارفع البطاقة هنا. العودة للسؤال المرأة تقول 기타 치는 게 어렵네요. عزف الجيتار صعب. 좀 가르쳐 주세요. علمني لو سمحت. 그래요? 하깐. 그럼 여기 잠깐 앉아 보세요. 이단 اجلسي هنا قليلا. 이단 الإجابة الصحيحة هي رقم 3. الصورة المناسبة رقم 3. 정답 3. ننتقل الآن إلى القراءة وسندرس أولا رقم 49 في القراءة. رقم 49 49번. 우리 회사 지하에는 운동하는 방, 책을 읽는 방, 낮잠을 자는 방, 이야기하는 방이 있습니다. 이 방들은 점심시간에만 문을 엽니다. 우리 회사 사람들은 이곳을 좋아합니다. 이 방에 가고 싶은 사람들은 바로 지하로 갑니다. 식사 후에 짧은 시간 동안 하고 싶은 것을 할 수 있기 때문입니다. نعم إذا الآن نقرأ في 49 و50 نقرأ أو نتعرف عفوا على القواعد المذكورة في هذا السؤال كو كادا كو بلس كادا يفعل شيء مثلا فعل بلس كو كادا يفعل ثم يذهب من مونل يولدا يفتح أبوابه أو يعمل في وقت معين كو شيبن سارام الشخص الذي يريد أن يفعل شيء معين هو بعد هنا خلال كتامونة بسبب الكلمات المذكورة في السؤال حسا شركة شيها الطابق الأرضي أندون بان غرفة الرياضة تشيك كتاب نجم قيلولة بارو مباشرة تومشيمشيغان وقت الغداء تلبن قصير شكسا وجبة وفو بعد أمثلة على هذا السؤال بامكو تيبي كالكيو سأكل وأذهب إلى البيت 이 식당은 주말에만 문을 엽니다. هذا المطعم يفتح أبوابه أو يعمل فقط في الإجازة. 시험을 보고 싶은 사람들은 이쪽으로 오세요. الأشخاص الذين يريدون أن يأخذون الامتحان يأتوا إلى هنا. 도서관에서 짧은 시간 동안 책을 읽을 수 있다. أستطيع أن أقرأ الكتاب في وقت قصير خلال وقت قصير في المكتبة. 저는 오늘 서울 갑니다. أذهب إلى سيول اليوم. 약속이 있기 때문입니다. بسبب أن عندي موعد. وبالعودة للسؤال رقم 49 أولا يجب أن نختار المكان الذي ستدخل فيه أو الجملة الصحيحة التي يجب أن نضعها في كيو الجملة الصحيحة في رقم 49 ساشيب كوبون لدينا كلمة تشيغل إلكو يقرأ الكتاب تامل تاغو ينام إيرل هاغو يعمل بابل موكو في النص لدينا جملة إي بانغن إي بانغدرن تمشيم شيغانيمان مونل يومنيدا وري هيسا سارمدرن إيغوسل جواهامنيدا 이 방에 가고 싶은 사람들은 밥을 먹고 바로 지하로 갑니다.
من يريد أن يذهب إلى هذه الغرف يأكل الغداء ويذهب مباشرة. 밥을 먹고 바로 지하로 갑니다. إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 4 لأن الجملة التالية 식사 후에 짧은 시간 동안 بعد الغداء أو بعد تناول الطعام خلال وقت قصير تستطيع أن تفعل كل ما تريد أن تفعله. إذن إذا قرأنا الجملة السابقة والجملة التالية سنعرف أننا يجب أن نستخدم الجملة الرابعة رقم الخيار رقم 4 밥을 먹고 바로 지하로 갑니다. لأنها تفتح هذه الغرف في وقت الغداء فقط والجملة التالية هي 식사 후에 بعد الغداء. إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 4 정답 4. ننتقل إلى رقم 50 50번 50번 우리 회사 식당은 지하에 있습니다. سنختار الآن الإجابة الصحيحة أو الجملة الصحيحة. 우리 회사의 식당은 지하에 있습니다. المطعم في الطابق الأرضي. لم يذكر هذا الشيء. وثانيا 우리 회사에서는 낮잠을 잘 수 없습니다. لا يمكن أن تأخذ قيلولة في شركتنا. هذا خطأ أيضا لأنه ذكر أنك يمكن أن تنام. 우리 회사 지하에 있는 방은 인기가 많습니다. 인기가 많다 يعني مشهور أو مثلا عنده شعبية وهذه الإجابة صحيحة. 우리 회사 사람들은 저녁에 지하에서 운동합니다. موظفو شركتنا مساء أو عشاء في الليل يعني يقومون بالرياضة في الطابق الأرضي وهذا خطأ لأنه يوجد غرفة رياضة ولكن ليس مساء بعد الغداء مباشرة. إذن الإجابة الصحيحة لرقم 50 هي 3 정답 3. الآن ننتقل إلى رقم 53 53번 저는 목소리가 아주 큽니다. 작게 말하려고 하지만 제 목소리는 다른 사람보다 큽니다. 그래서 많은 사람들이 제 목소리를 싫어합니다. 그러나 우리 할머니는 제 목소리를 아주 좋아하십니다. 할머니가 파락 때문입니다. 그래서 저는 시간이 날 때마다 할머니 댁에 가서 책과 신문을 읽어드립니다. ننتقل إلى قواعد هذا السؤال. أولاً 목소리가 크다 작다 صوته عالي أو صوته منخفض. طبعا 크다 وتكتا باللغة العربية كبير وصغير ولكن عندما نستخدمها مع مكسوري مع صوت لا نقول صوت كبير وصوت صغير نقول صوت عالي صوت منخفض. 작게 크게 말하다 تكلم ب ك يعني ب تكلم بصوت عالي تكلم بصوت منخفض. 으려고 하다 درسناها كثيرا بمعنى أنوي أن أفعل شيء معين و 이가 هدى كدا أو تكدا مقارنة صيغة المقارنة أصغر من أو أكبر من ال رل شرو هذا يكره و ال رل تلمود تتا لا يسمع جيدا و نن غوسل جوا هذا يحب بلس اسم يحب مثلا فعل شيء معين وأخيرا تيمدا كلما تيمدا كلما. الكلمات المذكورة هنا بوكسوري صوت شرو هذا يكره هلموني جدا شيغان نادا يصبح عنده وقت وتيك بيت ولكن صيغة احترامية شمون جريدة ملسم كلام وصيغة احترامية أيضا. ننتقل الآن إلى الأمثلة. 저는 목소리가 작습니다. صوتي منخفض. 잘 안 들려요. 크게 말해주세요. لا أستطيع أن أسمع. تكلم بصوت عالي. 이번 주에 친구를 만나려고 합니다. أنوي أن أقابل صديقي هذا الأسبوع. 저는 언니보다 키가 커요. أنا أطول من أختي. 보다 키가 커요. أنا أطول من أختي. 한국 노래를 잘못 듣습니다. لا أستطيع أن أسمع الأغاني الكورية. 한국어 공부하는 것을 좋아합니다. أحب دراسة اللغة الكورية. 친구를 만날 때마다 기분이 좋아져요. كلما قابلت صديقي يتحسن مزاجي. إذن هذه هي القواعد والكلمات والأمثلة المذكورة في هذا النص. الترجمة العربية للنص الذي درسناه. صوتي عالي جدا. أسعى أن أتكلم بصوت منخفض أو أنوي أن أتكلم بصوت منخفض لكن صوتي أعلى من الآخرين. لذلك يكره الكثير من الناس صوتي. لكن جدتي تحب صوتي كثيرا. لأن جدتي لا تستطيع أن تسمع الأصوات المنخفضة. لذلك عندما يكون عندي وقت دائما أذهب إلى بيت جدتي وأقرأ لها الكتب والجرائد. بالعودة للسؤال. سؤال رقم 53 يجب أن نختار في كيوب أي جملة يجب أن نختار. الجملة الأولى
말씀을 잘 안 하시기 때문에 لأنها لا تتكلم جيدا 2. 듣는 것을 좋아하시기 때문에 لأنها تحب أن تسمع 3. 말씀하는 것을 좋아하시기 때문에 لأنها تحب أن تتكلم 4. 작은 소리를 잘못 들으시기 때문에 لأنها لا تستطيع أن تسمع الصوت المنخفض. إذن ترجم الترجمة أن أنا صوتي عالي لذلك الناس لا يحبون صوتي ولكن جدتي تحب صوتي. لماذا تحب جدتي صوتي؟ طبعا لأنها بالتأكيد لا تسمع جيدا. إذن الإجابة هل مونيكا 작은 소리를 잘못 들으시기 때문에 때문입니다. 이단 لأن جدتي لا تستطيع أن تسمع الأصوات المنخفضة. 듣다 و 들으시다 들으시다 الصيغة الاحترامية لأنها جدة. 이단 الإجابة الصحيحة هي رقم 4 정답 4. رقم 54 54번 نختار الإجابة الصحيحة. 1. 저는 할머니와 같이 살고 있습니다. أسكن مع جدتي. خطأ لأنه قال أنه يذهب إلى بيت جدته. 제 목소리를 좋아하는 사람들이 많습니다. يوجد الكثير من الناس يحبون صوتي. خطأ لأنه قال أن الناس يكرهون صوته لأنه عالي. 우리 할머니는 큰 목소리를 좋아하십니다. جدتي تحب الصوت العالي. وأخيرا 사람들은 보통 제 목소리를 잘못 듣습니다. لا يسمع الناس صوتي عادة. أو لا يحب الناس أن يسمع لا يسمع الناس صوتي عادة. هذا خطأ لأن صوته عالي بالطبع سيسمعه الناس. إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 3 تونغداب 3. ننتقل الآن إلى رقم 55 من القراءة وشيب أوبون. 우리 동네에는 웃음 극장이 있습니다. 저는 힘들 때마다 이 극장에 갑니다. 이곳에 가면 재미있는 공연을 볼 수 있기 때문입니다. 그런데 이 극장은 들어갈 때 돈을 내지 않고 나갈 때 돈을 냅니다. 이 극장에는 카메라들이 있어서 사람들의 웃는 모습을 찍습니다. 크게 많이 웃으면 돈을 작게 내고 작게 웃으면 돈을 많이 냅니다. 사람들은 이곳에서 많이 웃으려고 합니다. حسناً القواعد المذكورة في هذا النص. أولاً تيمادا كلما درسناها قبل قليل. 으면 إذا 그런데 ولكن 때 عندما 돈을 내다 يدفع النقود. 게 مثل 크게 بشكل كبير 작게 بشكل صغير. 그리고 와 그러나 ولكن 그러면 إذن 그래서 لذلك. الكلمات المذكورة هنا 웃음 ابتسامة أو ضحكة. 극장 مسرح 들어가다 يدخل والعكس 나가다 يخرج 크게 بشكل كبير 작게 بشكل صغير 웃다 يضحك 힘들다 متعب 모습 شكل أو وضعية 찍다 يصور وكاميرا كاميرا. ننتقل إلى الأمثلة الموجودة في هذا السؤال. 시험 볼 때마다 스트레스를 받습니다. كلما أخذت الامتحان أشعر بالضغط أو يعني يصبح عندي ضغط نفسي. 크게 말하면 잘 들립니다. 그리고 마이크 앞에 서주세요. إذا تكلمت بصوت عالي 크게 말하면 إذا تكلمت بصوت عالي سنسمع وقف أمام المايك. 나는 가고 싶었다. 그러나 갈 수 없었다. أردت الذهاب ولكن لم أستطع أن أذهب. 안녕하세요. 핸드폰 사러 왔습니다. السلام عليكم. أتيت لشراء هاتف. 그러면 이거부터 작성해 주세요. 이단 اكتب هذا اولا. بالنسبه لترجمه الحوار الذي قراناه قبل قليل. يوجد في حينا مسرح اسمه مسرح الضحك. كلما شعرت بالتعب اذهب الى هذا المسرح لانك اذا ذهبت الى هذا المكان تستطيع مشاهده العروض. لكن عندما تدخل الى هذا المسرح لا تدفع النقود وتدفعها عندما تخرج. في هذا المسرح يوجد كاميرات تلتقط شكل الناس وهم يضحكون. إذا ضحكت كثيراً بصوت عالي تدفع قليلاً وإذا ضحكت قليلاً تدفع كثيراً ولذلك يسعى الناس للضحك أو أن يضحكوا كثيراً. إذن بالعودة للسؤال السؤال أو الجملة الأخيرة رقم إذن قلنا رقم 55 وشيب أوبون. يجب أن نختار الجملة التي أو أداة الربط التي ستدخل في المكان كيوب. كيوب نقرأ النص مرة أخرى. 사람들은 이곳에서 많이 웃으려고 합니다. يحاول الناس أن يضحكون كثيرا في هذا المكان.
إذا قرأنا الجملة السابقة 크게 많이 웃으면 إذا ضحكت كثيراً وبصوت عالي 돈을 작게 내고 تدفع النقود قليلاً 작게 웃으면 إذا ضحكت قليلاً 돈을 많이 냅니다 تدفع النقود كثيراً لذلك الناس يحاولون أن يضحكوا كثيراً إذا يحاول الناس أن يضحكوا كثيراً لكي لا يدفعوا نقود طبعاً إذا الإجابة الصحيحة هنا هي 그래서 لذلك إذا 정답 رقم 4 رقم 56 سنختار الجملة المناسبة لهذا النص 1. 저는 웃음 극장에서 공연을 준비합니다 أنا أحضر أو أجهز عرضا في مسرح الضحك وهذا خطأ  저는 기분이 좋으면 웃음 극장에 갑니다 إذا كان مزاجي جيد أذهب إلى مسرح الضحك وهذا خطأ لأنه قال هيمدل تي عندما أشعر بالتعب 3. 웃음 극장에서는 사람들의 사진을 찍습니다 في مسرح الضحك يلتقطون صورة للناس وأخيرا 웃음 극장에서는 사람들에게 돈을 받지 않습니다 في مسرح الضحك لا يأخذون نقود وهذا خطأ لأنهم قالوا أنهم يأخذون نقود منك عند الخروج إذا لم تضحك كثيرا أو إذا ضحكت كثيرا يأخذون نقود قليلة إذن خطأ إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 3 정답 3 إذن هذا كل ما لدينا اليوم في محاضرتنا والآن سنلخص لكم ماذا درسنا اليوم في هذه المحاضرة أولا في الاستماع تكي درسنا كيفية الرد على التحية والمصطلحات الأخرى مثل تل تانيو وسيو وتمهي جوسيو ثانيا استخدام درسنا كيف نستخدم أفعال خاصة مثل كيتار التشيدا أو بيانو التشيدا وتونار باتا أخيرا درسنا صيغة الاحترام من الأمر صيغة الأمر بادي شبشيو تشبشيو شبشيو أما بالنسبة للقراءة في القراءة درسنا أولا كيفية وضع العبارة في مكانها الصحيح في الجملة باستخدام أدوات الربط مثل كوريغو كوراميون كوريسو كرونيكا وغيرها ودرسنا أيضا مصطلح أو عبارة رل موكو تاغو هاغو وثانيا درسنا الكلمات والقواعد المتعلقة بالصوت مثل كجي مرادا تاكي مرادا وموكسوريغا كدا موكسوريغا تاكتا ودرسنا أيضا الكلمات المتعلقة بالضحك مثل كجي أوتا تاكي أوتا ماني أوتا وغيرها من المصطلحات الكثيرة بالنسبة للكلمات التي درسناها اليوم في القراءة درسنا كلمات مثل ناتشم قيلولة شكسا طعام وجهة الطابق الأرضي مكسوري صوت أسم ضحكة ملسم كلام ولكن صيغة احترامية تاكي بشكل كبير أو عفوا بشكل صغير أو منخفض تك بيت ولكن صيغة احترامية لتيب شيغان نادا يصبح عندي وقت شيرو هادا يكره وككتان مسرح وغيرها الكثير من الكلمات هذا كل ما لدينا في محاضرة اليوم شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم كل التوفيق مع السلامة